السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل دروسنا وياكم اليوم بالجبر الخطي، وأخذنا مفهوم المصفوفة وعرفناه. اليوم ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ العمليات على المصفوفة. طبعا العمليات على المصفوفة فشي جدا بسيط، راح ناخذ عمليتين على المصفوفة اليوم. عملية جمع مصفوفة في مصفوفة، ومن نقول بالرياضيات جمع يعني معناه جمع وطرح في نفس الوقت. عملية ضرب المصفوفة في ثابت. ضرب المصفوفات نترك اليوم، ما راح نحتاج اليوم. إذن من ناخذ مصفوفة A تساوي لي AIJ ونجمعها وي مصفوفة B تساوي BIJ، إيش راح يصير الجمع A زائد B؟ راح يصير A زائد B، ذن المصفوفات هو A خوش حكي زائد B الكل IJ. يعني شنو؟ يعني مثلا مثلا خلنا نقول لو كانت عندي هاي المصفوفة A هي عبارة عن 1 2 3 4 خوش حكي زائد المصفوفة الثانية اللي هي تكون 2 سالب 1 5 6. من نريد نجمع ذن المصفوفتين، هذا مو 1 1، هذا 1 1، هذا ينجمع وي هذا، هذا ينجمع وي هذا، هذا ينجمع وي هذا، هذا ينجمع وي هذا. خوش حكي فش راح يصير عندك؟ 1 زائد 2 يطلع 3، 1 زائد 3 سالب 1 يطلع عندي 2، 2 و5 يطلع عندي 7، 4 و6 يطلع عندي 10. هاي المصفوفة الجديدة. سؤال هنا يجي طالب شي يقول استاذ لو ذني مختلفات المصفوفتين، يعني مثلا شنو؟ خلنا نقول مثلا نجمع هاي المصفوفة اللي هي تكون 1 2 0 سالب 1، جمعناها ويا من مثلا؟ وي هاي المصفوفة الثانية اللي هي 1 2 3 4 0 سالب 2. هذني انقل ذني لا يجمع، لأن المصفوفتين ما ينجمعن. خوش حكي المصفوفتين ينجمعن فقط إذا كانن من نفس الرتبة، يعني 2 في 2 3 في 3، كل مشابهات. حتى إذا هاي مستطيلة مثلا كل مشابهات على مود كل عنصر شنو يتلاقى ويا من ويا عنصر. ليش؟ لأن أنا من أبدأ أجمع ذني مثلا ما راح ألقاني شيء أجمعه وياه. هذا جمع المصفوفات، فشي جدا جدا بسيط. إيش عندنا بعد؟ من نريد نضرب من نريد نضرب عنصر مثلا خلينا نقول سي، نريد نضربه بالمصفوفة ككل، يعني راح نجيب هذا العنصر السي نضربه بيه من بالاي اي جي. ايش راح يصير؟ نجيب العنصر ونضربه بكل اي اي جي، فراح يصير عندي سي اي شي يساوي لي نفتح قوس هيجي نقول له سي اي اي جي. يعني شنو؟ خلينا نجي نشوف المثال ايش نقصد بهذا الكلام. من نجيب مصفوفة اي تساوي لي 1 0 سالب 2 سالب 3 وضربتها أنا في 4، أريد أقول 4 في A. إيش راح أسوي؟ راح أجيب هاي المصفوفة A وأضرب كل عناصر هذني بهاي الأربعة، يعني راح يصير عندي 4 في 1، وراح يصير عندي 4 في 0، وراح يصير عندي 4 في سالب 2، وراح يصير عندي 4 في سالب 3. خوش فالمصفوفة الناتجة راح نقول 4A هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن 4 بصفر 4 بصفر سالب 8 سالب 12. ضربنا الأربعة بذن العناصر اللي 2. زين، هذا إن كلهن شغلات بسيطة، وأكيد أي واحد دارس مصفوفة يعرفن، موجودة بالخامس إعدادي، ندرسها المصفوفات للطلاب عادة بالخامس إعدادي. شنو اللي لاحظه؟ اللاحظة أنه ذن العمليتين، ذن العمليتين اللي هي ضرب المصفوفة في ثابت وجمع المصفوفتين أو طرح المصفوفتين، ذن عبارة عن شنو؟ عبارة عن نظام خطي. أي عملية تحقق شغلتين أسميها عملية خطية. يعني شنو؟ شوف باوع، نقول له مثلا لو كانت عندي مجموعة، شلون من أخذناها؟ احنا ليش سميناها جبر فضاءات خطية؟ قلنا من نجي نجمع فضاء متجهات، فضاء متجهات يعطيني فضاء متجهات، نجيب عدد اضرب فضاء متجهات هم يعطيني فضاء متجهات. هاي العمليه شو يسمونها؟ عمليه خطيه. فهسه انا نفس الشيء، يعني من اجيب خلينا نقول الفا واضربها بمصفوفه اي زائد اضربها بمصفوفه بي، ايش راح يعطيني الناتج؟ راح يعطيني الفا اي زائد الفا بي. تتذكرونها؟ هذا
قلنا الطاقة صعبة، نجي المن نجي للصيغة الثانية سهلة. ايش قلنا؟ قلنا لو كان عندي مجموعتين، العفو مصفوفتين، المصفوفة A والمصفوفة B، جايبين هنا منين؟ جايبينهم من فضاء متجهات لمصفوفات، يعني مصفوفات هواية وجايبين من عندها ذني. ذني من أجمع حين ذني ينتمي الاثنينات مثلا المن ينتمي خلينا نقول للفي، العنصرين ينتمي للفي، فضاء متجهات ينتمي للفي. فإن أنا من أجي أجيب مجموع حين أي زائد بي ألقى المن هم ينتمي للفي. بعد من أجيب سي ينتمي خلينا نقول للريال للآر، فإنه سي في أي كذلك المن ينتمي ينتمي للفي. فانه انا هاي العمليه اذا توزعت على يعني ضرب جمع المصفوفتين يساوي جمع ضرب المصفوفتين، هاي يسمونها النتيجه الخطيه اللينيارتي، هي هاي اللي تحقق للينيارتي. باو علي ضرب مجموع المصفوفتين يساوي جمع مضروب المصفوفتين. عوف المصفوفه، عوف المعادله، اي شيء ضرب مجموع الشيئين مساوي الى جمع مضروب الشيئين هذا لينيارتي. هاي الخاصيه شنو؟ خاصية خطية جدا مهمة عندنا، الخاصية الخطية وين؟ بنظرية المصفوفات. هسه إن شاء الله عرفنا شنو مصفوفة بصورة سريعة، عرفنا شلون نجمع مصفوفة بمصفوفة، وشلون طبعا أنا هنا بالدرس أعطيك الأفكار اللي أنت ما تقدر تلقفها وحدك، أما الأمور الحل الجمع الأمثلة اجمع مصفوفتين تلقاها بالكتب مثلا مطيك كذا مصفوفة اجمعها وضروب ذني عليك أنت تتدرب عليهن، لكن أنا أعطيك الأمر اللي أنت ما تقدر تفهمه ما تقدر تلقفه وحدك. الدرس الجاي ايش راح ناخذ؟ هي شين هي المصفوفة وين أستخدمها بالحياة الطبيعية؟ شون أستخدمها بالحياة الطبيعية؟ وشين صفات المصفوفة؟ وشين معنى المصفوفة نقول عليها نظام؟ نلتقي وياكم إن شاء الله بدرس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.